في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم اينما كنتم في متابعه احداث سباقنا لهذا اليوم، حيث تختتم انطلاقه اشواطنا لاشواط الصغار ولفئه الصغار. هنا انطلاقه هجن اصحاب السمو الشيوخ لهذا اليوم والخاصه بسن الاذاعه، حيث تابعنا الاشواط الاولى من خلال التنافس والتحدي. لنبدا مع حضراتكم بمتابعه هذا الشوط، هو الشوط الخامس في تعداد واعداد اشواطنا اللي تنطلق وتسير بحثا عن ناموس وانتصار مستحق لهؤلاء المضمرين الذين اجتهدوا اجتهاد كبير للوصول الى عالم هذا للعالم الساحر والى السباقات المتميزه. مقدمة تتقدم رمية لهجن الشحانية في مقدمة هذا الشوط، بينما في تضميرها محمد بن خالد العطية يتقدم النقلة إلى المركز الثاني الغزيل. هجن إنتاجي أم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري وهملولة من الجانب الآخر تتسلل هملولة، هذه هملولة لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي يأتي يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصلتنا الآن مشهورة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، عملية تضميرها وتدريبها تعود إلى المضمر الصادق بن فضل الأمين. انتقل للمركز الخامس وصول من قبل وعد هجن الشحانية يأتي على الوعد جار الله بن محمد بن عقيل المري، انتقل للمركز السادس لتأتي الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذه الموقعة وفي هذه المنافسة. أما المركز السابع يأتي شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان بقيادة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي مقدما هذا الاسم مع وجود حشمة على المركز السابع. المركز الثامن هملولة هجن الرياسة ويأتي في عملية التضمير والتدريب هنا علي بن يميل الوهيبي. المركز التاسع هذه الوثبة لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز العاشر من الجانب الآخر هنا في المركز العاشر هذه اللي وصلت الآن انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيمة المسافري في عملية التضمير والتدريب. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدين الكرام في مقدمة هذا الشوط. أعود إلى المقدمة ما شاء الله وإنتاج هجن أم الزبار على قائمة الشوط على قائمة التنافس والتحدي ما شاء الله. هذه اللي وصلت هذه الغزيل راعية الثيل على مقدمة الشوط. يأتي المضمر فاران بن محمد بن قريع المري، بينما التغيير من قبل وعد لهجن الشحانية غيرت للمركز الاول. يلا القلوب معاك يا ابو محمد جار الله بن محمد بن عقيل المري والقلب يدعي لك الى مقدمه الشوط الى ما يدور من تحدي وتنافس بين هذه الشعارات العملاقه. مؤسسات حاضره بالمنافسات. المركز الثاني هملوله قادمه لهجن الرياسه يضمرها ويتابعها المضمر علي بن يميل الوهيبي ما شاء الله، خاطفا كذلك لنواميس عدة في مشاركات كبيرة. المركز الثالث الغزيل انتاجي هجني ام الزبار فاران بن حمد بن قريعة المري. المركز الرابع هجن الشحانية قادمة رمية، هذه رمية موفقة يا العطية محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس هذه الشاهينية قادمة لهجن الرياسة وبقيادة احمد بن مطر بن مايد الخيالي. انتقل للمركز السادس وهنا هملولة هجن الرياسة يأتي الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم كذلك هذا العنوان هذه المشاركة
المميزة والمركز السابع واصلة الوثبة، تتقدم الوثبة لهجن الرياسة، بينما في تضميرها سلطان بن محمد الوهيبي يتقدم هنا كذلك العملاقة، بينما تسير القافلة قافلة التحدي المركز الثامن بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، وياتي في عملية التضمير والتدريب مع وجودي مشهورة الصادق بن فضل الأمين، تاتي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع الشاهينية أو شواهين ليجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وعاشرا العاصفة وهجنها مع غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي استراتيجية هذه الانطلاقة ومنافساتها بين شعاراتها، بين يعني هذه الأبكار المشاركة اللي اختاروا لها المضمرين، مشاركة اليوم صباحية مع الشواطي أصحاب السمو الشيوخ. 2 كيلومتر المتبقي على خط النهاية، وهماليل هجن الرياسة لا زالت في انتظار التعليمات من بني ميل، وهي تسيطر على المراكز المتقدمة الاول والثاني، الاول والثاني لهجن الرياسه مع وجود هملوله، وهملوله بقياده الظافر علي بن يميل الوهيبي المركز الثالث. هذه اللي وصلت وعد 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 لهجن الشحانيه بقياده المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري يقدم وعد تحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل المجازف مع الشواهين لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الجانب الآخر هناك تقدم من الغزيل انتاج هجن ام الزبار، بينما في التضمير فاران بن قريع المري يصل كذلك مع هذه المؤسسات. المركز السادس قد تقدمت الوثبة لهجن الرياسة، هذه الوثبة يضمرها ويتابعها سلطان بن محمد الوهيبي. العاصفة قادمة مع الشاهينية غياث الهلالي، شواهين حاضرة لهجن الرياسة ومع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. 1200 على خط النهاية، يا سلام، هملولة هملولة لا زالت مسيطرة، لا زالت متقدمة في أحداث هذا الشوط، في أحداث هذا الشوط، يا سلام يا بني ميل. بينما المركز الثاني تقدمت الشواهين حاضرة، شواهين لهجن الرياسة قادمة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يا له من دور فعال في المنافسة. العاصفة قادمة تقدم الشاهينية مع غياث الهلالي. المركز الرابع شواهين هجن الرياسة، والمركز الخامس الوثبة قادمة لهجن الرياسة، ولكن أعود إلى المقدمة إلى شواهين، 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 هجن الرياسة، هجن الرياسة مع شواهين وهملولة والوثبة، الوثبة شواهين وهملولة، ولكن شواهين مسيطرة، شواهين هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تقدمت الوثبة، 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 الوثبة لهجن الرياسة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. العاصفة قادمة ثالثا، العاصفة قادمة رابعا في هذه الانطلاقة، هذه الرباعية، هذه الرباعية، هذه الرباعية مشاهدينا الكرام. ولكن هجن الشحانية قادمة بوجود بشاير، هجن الشحانية عندك يا بن فاران، يا بن فاران قادم، ولكن أعود إلى الصدارة. شواهين هجن الرياسة، شواهين هجن الرياسة، الوثبة، الوثبة، ولكن شواهين، شواهين هجن الرياسة، تهانينا والناموس. هذه النقطة الرابعة لهجن الرياسة، لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يخطف هذا الشوط، ناموس الشوط الخامس، يذهب مع المجازف المركز الثاني الوثبة لهجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الرابع لهجن الشحانية هي بشاير، بينما المركز الخامس هجن العاصفة حاضرة مع الشاهينية. هكذا كانت النتيجة، هكذا هي تحديات هذا الشوط، بالتحدي وبالتنافس وباللقاء الجميل. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات وصول شواهين لهجن الرياسة بالمركز الأول، وبهذه المشاركة الفاعلة والفعلية من خلال المنافسة الشيقة. توقيتنا الزمني أمامكم على الشاشة مشاهدينا الكرام في هذه المنافسة 9 دقائق، ثانية واحدة جزئين من الثانية، ثانية ناموس لهجن الرياسة وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني حضرت في هذه المناسبة مشاهدينا الكرام الوثبة
الوثبة، 9 دقائق ثانية، 5 أجزاء من الثانية، ثاني ناموس لجنة الرئاسة وإلى المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الشاهيني لجنة العاصفة، 9 دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية، والتهنية للمضمر غياث الهلالي. كانت النتيجة حاضرة أمامكم.